عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام الشيخ، كيف حالكم؟ طيبين مرتاحين؟ نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى ولبلادنا عمان الحبيبة. شباب مو بنات الأولى مو شباب، لأن يعني أنتم في الدرجة الأولى. أكيد نحن دائما الدرجة الأولى. بنات 10%، ما علي. عوائل ثلاث فئات. في موضوع عند الحاج، وإن شاء الله من بعد هذا ترقبوا. عاد ما نعرف هل بيقصفنا ولا يقصفكم. لا ماشي قصف. نسأل الله السلامة. الله يسلمك. نصيحة يا جماعة، كل من يسهر على السواحل على البحر ويسوي باربيكيو ويسوي مشاكيك ويسوي روبيان، يا أخ الله يخليكم، حافظوا على نظافة بلادكم أول شيء قال، وثاني شيء لا تعوروا إنسان بغير قصد. أنتوا تاكلوا وتلتهموا ذيك المشاكيك وتعقوا ذاك الحطب، ترزون بذيك الرملة، يروحوا ناس أو شياب أو أطفال أو اللي كان يمشي على البحر، وتجي ذيك الزورة وتطعنه في رجوله، ويمكن ذاك مريض في السكر في الضغط، وبيتم عاد رجله متصاول أو رايح يسوي رياضة وروح. هذه واحدة. والثانية، من خلصتوا مشاويكم ها كبوا عليهن ماي وخلوه مكشوف، ما تدموا بالتراب خفيف وواحد رايح يمشي ويدوسه ويحترق رجوله. ما سمعنا نحن ذي، لان انت سهران هناك، انت قمت من هناك، يمكن انا اجي اسهر مكان، خلصت انت جيت انا جلست، يمكن هو جايب سيارته وقف ذيك الرملة بمخلي فيها القمر، هيوة، وغاب تايري ولا نزل ولدي انا في ذاك القمر. بالعادة ما كذاك، انت ضر لي نص الليل، يمكن ما حد يجيك ذاك الوقت، يمكن انت في رملة، انا عندي صالون ما اقدر اوصل لك، لين ما يجي راعي الفور ويل. عاد راح ذاك الفقير بلاش، وبعدين ما كلنا احنا نعتمد على البلدية. انتظر لين الصباح. جزاهم الله الف خير البلدية، نحن ما نقول ما مقصرين. وثاني شيء، كل واحد يمثل نفسه، انا امثل نفسي، انا ما امدح عمري والله العظيم، ما باحلف علي، ترى حلف ربي شاهد علي، حلف الشيخ صايم شوال زين يعني كيسة تكرموا ويكرم السامعين ويكرم كل من يسمع، كيسة الزبالة بدل واحدة ثلاث اربع شل، من خلصنا خوصة ما خليها في ذاك المكان، كما جاينه أودره. أنا على الحيطي على كبري ما خلي واحد من أولادي يطلع من هناك غير شالين. إن النظافة من الإيمان يا شيخ. نظافة من الإيمان. عرفتوا تشكيوهن المشاكيك، عرفتوا تلبقوها النار، ما عرفتوا تشلوا الأغراض، وهذا ولا جايات عم سوين ليتات ما ليتات ما التو جالسين، هي هذا كله عرفتوا ترزوهن ليتاتكم. بابا شوف الشيخ يا اخي، ترى ننسى نوبنا احنا بعض الاحيان. لا ما تنسى، عرفت الجرعان ما نسيته، هذاك البطن ترى غير مالي. والنظافة نوبة من الايمان، انت تمرض انسان، انت تعور انسان، لا سمح الله ذيك الحطبة وانت رازنة صغيرين يلعبوا، جا واحد منهم رملة ترى دفر اخوه طاح في ذيك الحطبة دخلت ذيك، لا تقول انت مسوينها بدون قصد، مسوينها بقصد. لا 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 لا، نظفوا شواطيكم، نظفوا اماكنكم، واي مكان ما الا الشاطي، اي مكان انت تروح شل هولك معك، سوي في كيس وربطه، اقرب تكرم زبالة شليته عقيته، مو نقص منك مو قصر منك. حتى الغرش شي منهم عاد مال بطرة من صبها الغرش، ترى عاد الغرش بيجوا شاربين غرشهم، فلقها بغرش فحصة حالمو بطرة. يا اخي شلوا سامانكم. ما بطرة يا شيخ، ما بطرة، هذه نصيحة، وان شاء الله كل واحد يعرف عمره انه نظيف، انه ود ناس ود عرب ود قبائل ود ترس ود نقمه، يشل وسخه معاه كما جابه. ان شاء الله يا شيخ، ان شاء الله. جزاكم الله الف خير. في المقطع الثاني موضوع ثاني، حول شركه الكهرب الله الله فينا، الله الله في المواطنين، جاي قيض انتم وتفروا ذاك الموسم الكهرب، تفروا ذاك الميتر مو جاي انه 20 يجي 200، الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، بسم الناس بسم، والله ما زين، ترى ليل نهار الانسان يدعي الا بيجيكم قاصف من فوق، الله جاي قيض، كما انتم ما تقدروا تعيشوا، ما تروموا تداوموا بمكاتبكم بدون مكيفات ولا عمالكم، كما هنا في البيوت نوبة ناس فقاره ساكنين باجار ما يروموا يعيشوا بدون مكيف، ما زيدكم زيادة، الله الله، وحكومة الله الله فيهم ديلا كلموهم،
خلي يراعوا المواطن مو بعده والله فواد ضايق صراحة قلب ضايق ترى الشيخ ما لا ما متضايق ناس ما والله العظيم ناس ما قادرة مسكينة ناس تعبانة يقيق بعد كهرب ها حبيبي يا أخي المتابعين باغينك إنك تفتح سناب وتكون يراسلوك وتكلمهم وتتسلف نفس الوقت ولا المطاعه حرام ما يعني ما يبي سنابات من يفتح سناب انا المطاعه ما يفتح سناب يفتحوا سناب لكن انا ما افتح حلمو. لاني فتحت مره واحده وشفت الحاله يا اما مقابض لك وين سناب فاتح وعلى الناس محتويات يبو منه الفايده بو شفناهم قابض سيارته ستيرين كاسف عمره ومشغل لك علي بحار ومشغل تلفونه وقوموا انتوا شوفوا المكيف جو ضارب ترى الغنيه احنا سامعينها من سنين ولا جاك الغيرة يصور سندويك ما مايتين جوع شايفين روقة ترى تراوينا سندويكتك مشترنا مقاس تاكله بالعافية عليك واما عاد يقن وقصد اني حانقك الحاق انت تشوف لا والله مو يحانقني اما من ولي من صغيري من شباب قبت ولا من البنيات قات ما رامت دخلت ها ها شوفوني وردة هاي ها نعمة الله فتح سناب وحدنا يوم فتحنا نقينا نشوف ذا السناب بالفايدة ما بنبى فايدة نبى شيء نستفيد منه محتوى تستفيد منه نسمع سوالف قصص شيء ديني شيء اخلاقي عن بلاد عن سفر سافروا دوروا صوروا ما جايني برجر شو عاد هي طالعة مطلعة صوابعها بذيك الخواتم دوكم وبيب وما ادري مو صما ما حد ما راح كوبي ما حما ما يتجوع عارفين هوت شوكليت وكولد شوكليت شي انا احس ان هذه مضايقت لك خلي شيء زين لا الشعر المسلسل والله العظيم يا اخي ماشي محتوى ماشي شيء جديد ما الا بس يا اغاني ويراوينا المكيف ولا الكيبورد صح لنا سياير ما نسوق عربانات ولا روانا ويلي اكل برجر ليش تضايق؟ والله مو ما تضايق تونت شو انت عندك هذا هو ذا مقور واسمه سناب تونت يوم الدور مو تلقى فيه غير يا مكيفات سيائير يا كيبورد يا مسكين ما قو ماسكة ولا ماسك ولا ماسكين كيوفي ايوه ما حد شرب ولا عتاقل لك كما قلت امس انت انا قايل لك قال لي احد الاخر هذا مال مطاوعة قلت لي مع احترامي الشديد لكم مو قال شيء منهم مو يسوي عاد وين سب انت وين مو اتابعهم يعني اخر صوره يخلي صوره مخله للشرف ليش عاد يعني كذاك او يا سب انت من شو ترى اخر صوره وين تبقى فتو انت يوم يمكن يبقى متابعين ايوه يبقى متابعين عاد مو يسويوا هم بيخطفوا على مو يخطفوا على ذاك بو مصور لك كامل لين يصروا عن صوره سود الله وجهه ابو مخلنا ذيك الصوره يا اخي خبرني احد من الاخوه ماشي خوف والله العظيم انا اقول زين ماشي خوف من الله ماشي خوف ان في حسيب ورقيب وكتاب ماشي يا ناس هذا ناس اما كم واحد يموت وسكته قلبيه وما ادري مو انتم مبطلين على مصرعها لا الله ولا ان الله غفور رحيم يا اخي قلبتوا الايه تراكم ان الله غفور رحيم ابا واحد من ذبو يقولوا ان الله غفور رحيم لا يرجع على الايه وتفسيرها ويرجع على نفسه كامل سواء ذكر أم أنثى شوفي عمرش وشوف عمرك بوت تسويه طرحه على الكتاب والسنة هل أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار هل أنت من المغفور لهم أو من المقهور لهم رجعوا الله يرضى عليكم ما ترومو لا ترى ما تقدروا لذيك الجفرة هنا مكيف أوف شغلوا لي المكيف هناك ما في مكيف هناك ماشي خيط لي وخيط لك هناك باربيكيو بيشتغل رحموا عماركم والله وان اكثر اهل نحن راحمين عمارنا وان اكثر اهل النار من 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 اسالك النساء بقول لك شيء يا شيخ افتح سناب وشوف من انا اذا اقول لك انا عندي لكن ما تابع حدا تابعك انت حبيبي لا 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 ما تابع واد ما با شايفينهم والله بغيت اشوف شيء فايده من ذا مو اسمه ذا هو ذا السناب القريف وحدي ما شفت شيء يا ابو براطم شونه وهذه العياده غاويه ودغصني ودغصك كلا هذه جهنم ويغيرون
إن خلق الله. زين. والله بكوبي بيست كل نشوف نسيم سيم أرباب. زين. كل نفس الشيء ما تشوف شيء غيره. عبدي طالعين من العسكرية كلهم يتشاو. والله العظيم يعني أنا بايس فيك يا مذي أنا بايس ما راضين بخلق الله. هذا 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 والغيره مو؟ زين. شرب كرك عماني مرتاح. نعم. راسك حصى يستوي. اقول لك وكل دعايات بو يسوي وهيك كل دعايات مع البرجر مع برجر وكل الناس بار بناكل كوليسترول مرتفع بار كوليسترول فوق كوليسترول فوق كيف يعني مو زين ترى ناكل ناكل برجر عادي تصور لا ما قاعد اصورك ايوه مو بعد مو نوبه كله كله برجر ما كل دعاياتهم اكل طعرام برجر زين عادي عشان تاكل وتستفيد الشيخ ناكل نستفيد وكلنا ضاربه ضارب كوليسترول ماله فوق انت ما تاكل برجر يعني ماكل وحدي انا ماشي رياضه وماشي رياضه مو رياضه كل واحد كنا درام ديزل مستوي اكل النوم إيه اما عاد اقول لك اما عاد هذيل ابو جايات ان الله جميل يحب الجمال يا قلبت ولا ينزل ما اريد تشوفوه الله سبحانه وتعالى ما قال ان الله جميل يحب الجمال قومي انت ضربي براطنش وصوي بعمرش قومي والله ما تعرفون تقول لا تغنن دبيوه مو ما تعرفون مستوي والله العظيم يا اخي قوم صور بس احنا ما ترى علي سواء انهم بيوم تخطف الكاميرا يطلع